نتواجد الآن في سوق الصحابة، هذا السوق الذي أنشأه الأهالي في هذا الشارع بعد تدمير كافة الأسواق في مدينة غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر. هذا السوق يرتاده الأهالي من جميع المناطق الشرقية من مدينة غزة للحصول على وجبة غذائية خلال المائدة الرمضانية. هذه جولة سريعة لنرصد لكم الأجواء والمواد المتوفرة في هذا السوق. يعني يعول الأهالي على هذا السوق في الحصول على وجبتهم الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، وللأسف هذا السوق حاله كحال الأسواق، لا تتوفر به المواد الغذائية الأساسية بصورة كافية، وأن توفرت مثل الطحين وغيرها فإن أسعارها تكون مرتفعة جدا للغاية، لا يستطيع الأهالي العاطلون عن العمل أن يتحملوها. احكي لنا يا ما كيف ظروفك في السوق؟ الظروف زي الزفت بعد عنك، كل شيء غالي، الواحد مش ملاقي شيء لقمة ياكل هذا الصغار، البطاطا مليون الله بقول ولا حرام. قديش كان سعرها قبل؟ كل شيء غالي، الواحد مش عارف ايش بده يشتري ياكل، الاطفال زي كذا ايش بدها تاكل؟ الطحينه ب 40 شيكل، في ناس مش معهاش شيكل تاكل. يعطيك العافيه. كيف ظروف احكي لي؟ الظروف ميته. كيلو البتنجان ب 50 شيكل وب 60 شيكل. البندوره الكيلو ب 100 سمحه. ومش نافعه. ومش يا ريت كمان فيش الا كيلو عند الزلمه. الطحين ب 40 شيكل، في ناس ما حاش تاكل، من وين بتجيب انا هاكل هم العمال من وين بياكلوا؟ طب في ناس موظفه وبقبض اخر الشهر، طب العامل من وين بياكل؟ متعطله العجله التجاريه كله كله، والحياه غاليه كثير جدا، الطاقة 20 مش 10، الطاقة 20. طب كيف بتدبر حالك؟ ايش تتناول على مائده الافطار؟ ايش؟ صلى على النبي. انا بروح على البريه شيخ رضوان بلقط خبيزه، بلقط حميض وبلقط خبيزة لسان، بعملها ملوخية وبعمل سبانخ من الحميض وبعمل سلق وعدس من الأعشاب. من الأعشاب من فوق الروس الميتين. طب احنا مقبلين على فصل الصيف وما بكونش هذه الأعشاب، ما هي نشفت خلاص، ما هنا قاعد بدور اطول لي طبخة على الدار مش ملاقي، طبخة على الدار مش ملاقي. ايش بتطالب؟ ايش مطالبك؟ بطالب تحل هالبلاد هالقصة هذه، المجاعة اللي احنا فيها. الله يفرجها يا رب، الله يفرجها. يعني هذا الرجل كغيره من الأهالي والرجال الذين يعتمدون تماما على الأعشاب والحشائش التي تنبت على مياه الأمطار وبدأت تجف في هذه الأيام وبات من الصعب الحصول عليها، وبالمناسبة هي مختفية تماما من الأسواق بعد أن جفت من الأرض، وهذا يشكل ألما جديدا ومشكلة جديدة للأهالي في المناطق الشمالية من قطاع غزة والمحاصرة تماما. تتوفر بعض الخضروات وبكميات قليلة جدا لكن أسعارها مرتفعة، لا يستطيع الأهالي الذين لا يجدون عملا ولا مصدرا للرزق أن يشتروها من هذه الأسواق. يعني هذه هي الخضروات المتوفرة في هذا السوق، احكي لنا عن الخضروات المتوفرة وأسعارها. يعطيكم العافية، الحمد لله أحسنت جميع، رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. أسعار خيالية، أسعار يعني خارج المعقول، ماشي؟ بتحكي أنت عن سلق، ماشي؟ تعمل طبخة اليوم سلق وبصل، ماشي؟ هذول 25 شيكل وهذول 30 شيكل، بتحكي عن 55 شيكل. ارقام فلكيه صدقا، انك انت اليوم هذه طبخه بدون لحوم ولا ولا اللحوم، لا هذا موضوع اللحوم هذا يعني اوت اوف يعني خارج حسابات موضوع اللحوم. بدك غاز، بدك تدبر حاجه، بدك خبز، هذا موضوع ثاني، فاهم علي كيف؟ علما انه هذا يعني افضل الموجود، مش لانه يعني هذا متوفر حاليا. انت حاليا ايش انت شريت؟ انا حاليا اشتريت يا سيدي كيلو سلق، كيلو سلق ب 25 شيكل، وقيت البصل، وقيت البصل الاخضر ماشي ب 30 شيكل، يعني الكيلو
320 شيكل. الرجل العاطل عن العمل بيقدر لا يا عم، هذا 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 اليوم ما اخذ غنايا، هذا لازم يكون انت تكون هاي كلاس عشان تقدر تشتغل عمل اكله زي هذه ماشي. ولسه بدك تبعات لها كمان، بدي لحقك شويه طرش، بدي لحقك خبز، بدي لحقك غاز، يعني بسكر عشان تنام تعمل وجبه محترمه. لا يعني تكون يعني خلينا نقول وذ النورمال ليميت، يعني تكون مستوى الطبيعي بدك 100 شيكل عشان تعمل خاليه من اللحوم وخاليه من اي شيء. تحكيش على اللحوم، تحكيش على اللحوم، اللحوم هذه ما حد يحكي عليها بالمره نهائيا. احكي عن بصل، احكي عن بس شغلات بس. باذنجان، باذنجان ب 40 شيكل الكيلو. 45 تمام، مبين باذنجان ولا ايش لونه؟ هذا باذنجان جودته هذا افضل موجود في السوق اليوم. ما ليش صعب 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 صعب؟ هذه هي كل الاصناف من الخضروات المتوفره في السوق، الليمون والبصل والباذنجان والبطاطا والليمون، هذه الخضروات التي تتوفر، لا يستطيع الاهالي ان يشتروها بهذه الاسعار الحاليه كون سعرها مرتفع. على سبيل المثال البطاطا كان سعرها 1 شيكل، الان 100 شيكل، وقس على ذلك، قيسوا على ذلك جميع انواع الخضار المتوفره في السوق. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا استاذ. كيف ظروفكم المعيشيه؟ زفت الحمد لله يا ظروفنا. بس انا بدي اقول لك شغله واحده اختصار كل الكلام. انا امبارح كنت مرق من السوق، حلو، اجت عيني بعين الحمار نزل عينه، ليش؟ زعلان يا اخو، انه كان اكلاته، كان الدواب تبعه، ما ضلش شيء، ايش ناكله؟ زعلان انه مات، هذول كانوا شوي مات. قول يا عم انتوا اكلتوا اكلاتي، اقول له يا حياتي يا حبيبي مش مشكلة، بعض الحرب بنحلها، ما ضلش شيء ناكله، علف اكلنا، تسمين اكلنا، خلطة حمام اكلنا، ايش اكل؟ ايه انا نزلتك ايش هذه؟ هذه باذنجانة هذه، انا كده تشتريها كده وزني اياها بقول 30 شيكل، بعيش 30 شيكل، بدك اني يصير ايش؟ 35 شيكل معيش، هذا بصل، وين بصل؟ ايش بصل؟ دافع وين بصل؟ اكله ايش بصل؟ وين بصل؟ فهمني؟ هذا البطاطا، البطاطا هذا كانت تنباع بشيكل و2 شيكل، 120 شيكل من وين؟ من وين؟ دفه بلا من وين؟ اشتري الليمون، اشتري الليمون هو شغال عشان ايه الشهر دائما الليمون بنقطعش، بس الليمون هو الرخيص عندنا، لما بطاطا باذنجان اي حاجه في الشيء يا عمي. احنا بنعيش بظروف صعبه صعبه بغزه، علبه حليب اجيبها للبنت نمره واحد حقها 20 شيكل بقول لي 120 شيكل، او من اجيب لها حليب؟ يصير لك ب 5 شيكل ب 45 شيكل، من وين اجيب؟ تشتغلش حليب وين شغل؟ في شغل؟ ايش بتاع شغل؟ انت كمان شوي مش حتلاقي حد ناس تشتري، حتلاقيهم كلهم بسطات انه معاه مصاري خلص، وانا ضل اصرف 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 على الفاضي. الله يسعدك. بسطه عشان طلعوا لي 20 30 شيكل حق بالطين، حق بالطين البيض 10 شيكل اليوم، الله يسعدك. الناس تاكل ان شاء الله يا عمي. الله يسعدك. يعني هذا الشاب، هذا الشاب يروي يروي يعني ان انهم اكلوا اعلاف الحيوانات واعلاف اعزكم الله الحمير حتى تم تناولها وطحنها وتحويلها الى دقيق، وهو يعني بسخريه يتحدث عن الاوضاع المعيشيه التي يمر بها الاهالي في شمال قطاع غزه، حتى ان الاهالي اعتادوا خلال شهر رمضان ان يتناولوا حلوى القطايف، هذه الحلوى التي هي وجبه اساسيه خلال شهر رمضان المبارك، ويكتظ الاهالي في شرائها في الوضع الطبيعي حين كان يبلغ سعر الكيلو الواحد 8 شواكل. اما الان يعني نريد ان نتحدث مع صانع هذه الحلوى. يعطيك العافيه. الله يعافيك. كيف بتعملها؟ كيف بتجهزها؟ في الطحين، وما ينفعش الا بطحين ابيض وسميد، واليوم كيلو الطحين حقه 40 شيكل و45 شيكل، يعني كانت زمان كنا نبيع الكيلو ب 6 شيكل، اليوم ب 40 شيكل، على هوا الاوضاع وهوا الاسعار الغاليه والمعيشه زي رمضان، زي ايام رمضان لا وفيش زي رمضان زي ايام زمان. اليوم الامور يعني الناس ايش، مين معاه 40 شيكل اليوم ومين معاه هذا؟ الناس بمعاناه كبيره. هو بالحقها سكر وبالحقها بدها كيلو سكر حقه 70 شيكل، وبدها حشوه ب 20 شيكل، يعني اللي بده ياكل بطايف بده 100 شيكل. 40 شيكل قديش كنت تبيع في رمضان السابق وفي رمضان هذا؟ كنت ابيع كميات اكبر من هيك، اليوم على قد اللي اهلا وسهلا، يعني اليوم اللي بيقدر يعني يشتريها وبنراعي ظروف الناس برضو. الله يفرجها يا رب. يعني هذه القطائف كما تشاهدون هذه اسعارها يعني تضاعفت 4 مرات واكثر من رمضان الماضي الى هذا رمضان الذي يشهد عدوانا وحصارا اسرائيليا خانقا على المناطق الشماليه من قطاع غزه.
الحمص تاكلها. أربعين سنة من 40 سنة بتصحى احنا بطايفة ابو علي الجعوني هذه من 40 سنة احنا شارع الصحابة طول عمرنا ها. قديش كنتوا تبيعوا كميات؟ كميات كنا نعملنا 4-5 اكياس في اليوم. انا 50 كيلو شغال معه. اليوم نعملش الكيس ال 25 كيلو. وأن يخلو السوق تماما من أي صنف من اللحوم، حيث باتت هذه اللحوم غير موجودة في المناطق الشمالية، وإن وجدت في بعض الأسواق فإن أسعارها أيضا مضاعفة جدا، ولا يستطيع الأهالي أن يحصلوا على يعني هذا هو الطحين الذي قديش كان حق كيس الطحين؟ بقى كل حق كيس الطحين 33 شيكل و35 شيكل. اليوم الكيلو حق 5 كيلو. والله الظلم عليها الضمان. مش متوفر. انا مش متوفر. القمح كان على الناس كل في المستشفى من القمح مع خبر اكل الحميه واكل البقى واكل الله يفرج. يعني هذا هو الطحين المتوفر في الاسواق، والكيلو ب 40 شيكل. كان الكيس كان الذي يبلغ 50 كيلو ب 70 شيكل. الان هذا الكيلو الواحد فقط ب 40 شيكل. طيب بقى بمليون لقيت ب 40 منيح. ب 40 يا ابن عمو الكيلو 30 من 950 ل 38 منيح. ايش مالك كويس الحمد لله. احنا بنحكي صوت الحصان في شوية تحسن إن شاء الله يا ربك بيسرها يا رب وبيرخص إن شاء الله بيرخص أكثر يا ابن عمي. إن شاء الله هذه الباخرة إن شاء الله بواشر خير يا رب يا رب يا رب إن شاء الله بواشر خير يا ابن عم. أقول لك عشان الجزيرة ب 36 كيلو الطحين يا حبيب الله اللي بده طحين ب 36 حلة بالبركة يا عمي. والله لك يا ابن عمي والله يا عمي. كانت هذه نهاية جولتنا في سوق الصحابة شرقي مدينة غزة. هذا السوق الذي يأمل الأهالي منه بالحصول على أي وجبة تليق بمائدة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، ويأملون بأن ينتهي الحصار الإسرائيلي المستمر على المناطق الشمالية من قطاع غزة. محمد شاهين، الجزيرة مباشرة.